طبعا اسلوب اللعب والخطه اللي حطها كارتيرون ودوافع اللعيبه، لكن انا كلاعب. طب معلش يا اسامه قدامنا على الشاشه ده ممر عالمي عالمي، اول مره في تاريخ مصر كلها في الدوريات او البطولات الافريقيه او البطولات المحليه ممر عالمي عالمي ما شاء الله. من برزنتيشن للنادي الاهلي، والصوره متقسمه باسماء ولاعيبه النادي الاهلي. فعايز اقول لك المقصوره كمان فيها حاجات تحفه، يعني فخامه ايه وجمال ايه، وحاجه تليق باسم النادي الاهلي ومكانه النادي الاهلي وقيمه النادي الاهلي. ده ممر عالمي عامله اعظم نادي في الكون، عاملاه برزنتيشن خصيصا طبعا للنادي الاهلي. قول برزنتيشن اسم كبير في السوق المصري زي ما النادي الاهلي يعني اسم كبير في قاره افريقيا وفي الانديه كلها، برزنتيشن اسم كبير في السوق المصري. وشفنا برضو الاستاذ محمد كامل برضو موجود هناك النهارده في الاستاد وموجود مع الشباب ومع الناس كلهم بتوع برزنتيشن. شوف ماتش السوبر بيتجهز ازاي في الامارات، ومحمد كامل بالتيم بتاعه بينزل بيعملوا حاجات. يعني الجمال حلو قوي يا كابتن، اساطير الاهلي على المقصوره في المقصوره ده كابتن صفوت عبد الحليم الله يرحمه. الحاجات الحلوه، الحاجات التاريخيه، التراث الكبير، التراث العظيم اللي موجود وورثناه احنا وهنورثه للي بعدينا. يعني في متحف كابتن حسن حمدي، انت في متحف بالظبط كده. متحف انت في ده المقصوره الرئيسيه كابتن صالح سليم. فانت بتتكلم على جمال، ده المقصوره على فكره، دي المقصوره. كابتن الفناجيلي رفعت الفناجيلي، يا سلام على الجمال. كابتن الله يرحمه كابتن ثابت البطل، يا سلام على الجمال، يا سلام على الجمال. الف شكر كابتن مختار التتش. كابتن مختار التتش الرولز والمبادئ والقيم كلها من بعضه، وده موجود في المقصوره الرئيسيه. قد ايه بيدي لك يعني فخر واعتزاز ان انت اهلاوي، وفي نفس الوقت كمان للناس الغريبه اللي موجوده بتحضر اللقاء عشان تشوف استاد برج العرب وهو يعني متغطي باللون الاحمر. الله يرحمه كمان صاحبنا واخونا وحبيبنا محمد عبد الوهاب. طبعا. كل دي لفتات رائعه جدا من برزنتيشن للاهلي. وما تعملش الكلام ده ليه وانت بتتكلم في النهائي الافريقي؟ وما تعملش الكلام ده ليه للاهلي؟ وهتعمله لمين غير الاهلي؟ احنا قيمتنا كده، احنا مكانتنا كده، فوضع طبيعي جدا تشوف الحاجات الحلوه ديت والمكان الحلو ده اللي موجود في مقصوره الاهلي والترجي. الشغل عالي جدا جدا جدا.